ايوه السلام عليكم استاذ صبري. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا طبعا كل عام طيب وحضرتك طيب. انا انتظر حضرتك بس هي الحلقه دي وعنوان الحلقه هو خلاني ان انا ادخل اتكلم مع حضرتك فيها لان مع الاسف احنا كثقافه شعب لما بنيجي ندور على تعاقدات الانديه المصريه مع اي لا دي هتكلم على اللاعبين المصريين ولكن هتكلم على اللاعبين الاجانب. اول حاجه ابدا كلمه هي صفقه مثلا ايبونا اللاعب اللي هو بقى لنا اسبوعين ثلاثه ايبونا جاي ايبونا رايح ولكن مع الاسف لا جديد فيها. ليه بدا نادي الزمالك يبدا في التفاوض مع ايبونا بعد ما النادي الاهلي دخل في الصفقه؟ هل لمجرد ان هو يبوظ الصفقه على الاهلي ولا لمجرد ان هو يبدا يعلي سعر اللاعب ولا لمجرد ايه بالظبط؟ ومجرد العند ليه ما قلتش الثالث العند؟ ممكن ولكن انا هبص لحضرتك يعني هي في نقطه ثانيه من اسبوعين تقريبا كان كاس العالم للشباب اللي كان بيتأس في نيوزيلندا وطبعا منتخب مصر ما كانش موجود ولا مشارك فيه. حضرتك يعني منتخبين زي منتخب مالي والسنغال ثالث ورابع كاس العالم. منتخبين افريقيين ثالث ورابع كاس العالم واحنا مش موجودين. طيب هاجي ابص بنظره الانديه المصريه اللي بتدور على لعيبه محترفين ان هو يبدا يشوف لاعب بسعر كويس يقدر يفيده. ليه ما بصوش ولا يعني ما كانش في اي اهتمام خالص بالمنتخبين بيدوش. يا محمود احنا ما عندناش اجنده ما عندناش معذره ما عندناش فكر. يعني انت بتقول كان في نهائي وكان ممكن نبص افريقيا وكان ممكن تكون صفقه احسن من كده بالظبط وهتبقى ارخص من كده بكثير جدا على النادي الاهلي او الزمالك او اي نادي ثاني مصري يحب ان هو يتعاقد مع لعيب محترف. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو هي نفس المثال بالظبط كاس العالم 2009 اللي كان موجود في مصر اللي منتخب غانا كسب فيه منتخب البرازيل للناشئين تحت 20 سنه بضربات الترجيح. حضرتك لو تتذكر منتخب الناشئين دوت اللي كان موجود في 2009 اللي كسب البطوله دي منتخب غانا مع الاسف ان هو ده المنتخب اللي كسب مصر 6-1 من سنتين سنه 2013 بالظبط. وبالتالي يعني ال 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 الشباب هم دول هو ده اللي يبدا يفرق مع نادي او يفرق مع المنتخب بتاعه. فعز ما كان منتخب مصر في 2013 محمود انت شاب يا محمود وتتكلم بحرقه. ايه اللي غيظك في الشارع الرياضي؟ ايه اللي مضايقك؟ يعني انا متجاوب معاك وانا واقف معاك قلبا وقالبا. يعني اتفضل. يعني هي المشكله الـ 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 يعني الموضوع بقى يعني ظهر على الساحه بطريقه يعني مستفزه جدا ان نلاقي رئيس نادي يطلع يتكلم بكل ما هو يعني الفونت العريض زي ما بيقولوا ان هو داخل في صفقه لمجرد ان هو بيعمل مع نادي تاني. طب انت ليه ما تبصش على فرقتك؟ انت عاوز لاعب محترف عايز لاعب كويس دور هتلاقي لعيب يفيدك ولكن ما يعني الموضوع بقى مع الاسف بصوره غير لائقه تماما. يعني دي نقطه اتكلمت عليها نقطه الشباب ان انا ليه ما بصش على منتخب زي مالي والسنغال لسه ثالث ورابع كاس العالم من اسبوعين منتخب زي غانا في 2009 وتجربته ان هو يصعد لكاس العالم 2014 بعد ما كسب مصر 6-1. حاجه اقول لحضرتك نقطه ثانيه لاعب زي ايبونا الكلام دلوقتي كل المواقع المغربيه لما بتتكلم على اللاعب بيقولوا ان هو اللاعب ده هيتكلف يعني النادي الاهلي او نادي الزمالك ايا كان مين اللي هيتعاقد معاه هيدفع لنادي الوداد المغربي 2.5 مليون دولار ده للنادي 2.5 مليون دولار بالظبط هيدفع لوكيل اللاعب وكيل التونسي بتاعه هيدفع له 500,000 دولار هيدفع للشركه الرايه بتاعته تقريبا ما يعادل مليون دولار. الله. صفقه تقريبا هتعمل 3.5 او 4 مليون دولار. يعني 4 مليون دولار في قول في 8 ب 32 مليون جنيه مصري. تقريبا. طيب احنا دلوقتي لو النادي الاهلي بص او نادي الزمالك ايا كان مين فيهم اللي هيفوز بالصفقه لو جه بص للمشاركات والمسابقات اللي هو بيشترك فيها زي دوري مصري زي كاس مصري زي سوبر مصري كلها بطولات محليه. البطوله الوحيده الدوليه اللي ممكن تلعب فيها دوري ابطال او كونفدراليه. ولو كسبت دوري ابطال هتصعد كاس العالم. هل بمجموع مشاركاتك في جميع هذه البطولات هيحقق لك مكاسب تعادل صفقه لاعب واحد بيساوي 32 مليون دولار؟ 32 مليون جنيه. 32 مليون جنيه؟ ده سؤال وعلى استفهام كبيره جدا. الانديه بره لما بتدفع الفلوس دي بتدفعها بيبقوا عارفين ان هو من ثاني يوم التعاقد مع اللاعب تقريبا هيعود عليه الدخل هيعود عليه بنص الثمن اللي اتدفع في اللاعب عن طريق الرعايه عن طريق المباريات الوديه اللي بتتلعب عن طريق الجولات اللي بيقوم بيها ريال مدريد هيقوم في جوله في اليابان وفي امريكا كمان اسبوع
إيه ميلان نفس الحال بيقدم اللعيبه الجديده بتاعته بيدال شورتات والقمصان بتاعه اللعيبه بيقدر يجيب فلوس اللعيبه اللي دفعت. هل احنا في مصر هنقدر نجيب فلوس ايجونا؟ انا مبسوط منك، انا مبسوط منك يا محمود، وخاصه ان انت قلت لي حاجه تانية برضو، يعني قلت لي انت يعني كراجل اعلامي يا استاذ صبري وبتتكلم كده، مقدمين البرامج اللي بيحصل منهم سواء مقدمي البرامج اللي هم ياخدوا بيتلونوا باللون الابيض او باللون الاحمر بيعملوا على احتقان زائد. يمكن انا كنت حاجز جزئين ومشهدين كاملين وموجودين طبعا على النت بالنسبه لبعض مقدمي البرامج اللي هم بيزيدوا الامر احتقان ما بين جمهور نادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، ده بيخبر في ده. يعني برضه عايز اقول للساده المشاهدين يسمعوا رايك عشان برضه الناس تعرف ان في شباب واعي، شباب محترم وممكن يمسك في يوم من ايام البلد غير الزبد اللي احنا شايفينه ده. بالظبط. ومع الاسف الفتره الاخيره فعلا اعلاميا انا لما اجي اتفرج على برنامج رياضي ابقى حابب ان انا اعرف منه معلومه، ابقى حابب ان هو بيستضيف ضيف بيتكلم في معلومه في خبر، ولكن ان انا اتفرج على برنامج رياضي عشان خاطر اسمع فلان الفلاني بيرد على فلان الفلاني اللي كان رد عليه امبارح وقال فيه وعاد وزاد فيه، مع الاسف يعني ما بقاش فيه اعلام رياضي موجود الا قله قليله جدا ان الواحد يقدر يتفرج عليها. انا بشكرك محمود، ويمكن بقول للساده المشاهدين انا طولت في الفقره دي عشان الشباب ليهم نصيب عندنا، الشباب او اللي خلف الكاميرا اللي خلف الاضواء من حقهم ان هم يظهروا، من حقهم ان ارائهم تطلع، من حقهم ان نقول ان في مصر في شباب بيبني مش شباب بيهدم. انا بشكرك محمود عبد العزيز مشاهدي الكريم، انا بشكرك مره تانية وبرحب بكل الساده المشاهدين اللي عندهم فكر واعي ومتحضر وممكن يفيد الرياضه والشارع الرياضي المصري والشباب المصري ان احنا نبقى خطوه على الطريق بدل ما احنا واقفين محلك سر.